سبب رعب الناس من الرجل سيجما. في مجتمعنا في شخصيات كتير من الرجال أشهرها الألفا، وهو قائد عظيم بيستمد ثقته من المحيط اللي حواليه ومن نظرة الناس ليه. وفي البيتا، الشخص الودود اللي بعيد عن المشاكل وبيحب الالتزام وواحد من ضمن القطيع. في بقى شخصية تالتة تتجنب الظهور، غامضة اللي نعرفه عنها وعن أسرارها 1%، متفهمش كلامي غلط، هو مش مثالي ولا حتى بيحاول، مستقل بس متمرد. السيطرة عليه من الألفا شبه مستحيلة وبعيد كل البعد عن شخصية بيتا. أراء الناس عنه مش واحدة، كل واحد بيشوفه بطريقة وبشكل مختلف، وده بسبب صعوبة فهمه، ولكن بيشتركوا في شعور واحد ناحيته وهو الخوف. ليه أراء مثيرة وبيساء فهمه كتير ومع ذلك ما بيحاولش ولو مرة ان هو يبرر؟ ليهم منظور خاص بيعيشوا بيه الحياة من خلاله. دي مش هتبقى المرة الأولى اللي تسمع عن شخصيته، لأن الأعمال الدرامية بدأت تبرز شخصيته الفترة الأخيرة. ايه السبب الحقيقي لخوف الناس من شخصية السيجما للدرجات دي؟ حاول تتفرج على الفيديو ده للنهاية علشان تعرف تحدد الصورة كاملة لشخصية السيجما وتستفاد من صفاته اللي هتتقال في الفيديو، لعل وعسى تنميها في شخصيتك، مع ان الحقيقة اشك في حاجة زي كده لانها مش سهلة على اي شخص. الصمت. شخصية السيجما تمتلك قوة صمت عالية، ومش الصمت نابع من خجل او عدم جراءة. السيجما شخصية رزينة، عارف ان كثرة الكلام بيقلل من هيبة الشخص، لانك بالضروري هتغلط، اغلبية كلامك مش هيبقى محسوب، لان هيبقى هدفك ساعتها في وقت الكلام هو ملء الفراغ، ملء لحظات الصمت. واغلبية الناس بتخاف من لحظات الصمت، بتخاف تظهر بمظهر الشخص الممل، فبيقرروا يفتحوا اي مواضيع مهما كانت تافهه. في بعض الناس بيبقى عندها استعداد في اللحظة دي انها تتريق على نفسها ولا انها تمر بلحظة صمت واحدة. السيجما ما بيشغلوش رأي الناس، اخر حاجة ممكن يفكر فيها، لو ما عندوش حاجة مهمة يتكلم فيها مش هيتكلم، مش محتاج يثبت حاجة لحد، ولا محتاج يبين للناس ان هو دمه خفيف، مش محتاج يثبت ان هو شخص قعدته حلوة. ساعتها بينقل الضغط والتوتر للشخص اللي قدامه، واللي قدامه بيتوتر وبيحس ان هو محتاج يتكلم دلوقتي، محتاج هو اللي يملأ لحظات الصمت دي، ومهما كان مش هيقدر يستمر بثباته ده كتير قدام السيجما. وميزة تانية بتميز الشخص الصامت، وهو ان الناس بتديله أهمية وتركيز كبير يوم ما يتكلم، بيقدر يدي قيمة حقيقية لكلامه. الناس عارفة ان الشخص ده ما بيتكلمش كتير، فيوم ما هيتكلم هيتكلم في حاجة مهمة، عكس الشخص الرغاي الصرصار، صعب ان حد ياخده على محمل الجد سواء هو او كلامه. مش هركز في كلام شخص انا عارف ان هو رغاي وبيتكلم في كل حاجة واي حاجة. فهم السلوك البشري. من مميزات السيجما ان هو عنده اطلاع وفهم لطبيعة النفس البشرية، تحس ان هو اشبه بعالم نفس، وان عنده نظريات فلسفية مؤمن بيها، وده اللي بيمكنه بالتلاعب في المواقف المهمة علشان تصب في مصالحه. لو خدنا في عين الاعتبار الالفا، شخصية مسيطرة، متغطرس، واثق من نفسه، وجنون العظمة مسيطر عليه، وهو ده المظهر اللي بيحب الناس تشوفه بيه. السيجما اذكى من ان هو يتعرف عليه ويحسسه بتهديد، وان هو كسيجما اكتر سيطرة منه خالص. بالعكس، السيجما دايما بيحاول يدي للألفا أعلى من قيمته، بيرفع من شأنه في وسط الناس علشان يكسب ثقته، وفي نفس الوقت بيوصل له شعور ان هو رغم ثقتك الكبيرة كألفا في نفسك، انك مش مصدر تهديد حقيقي ليا، مش شايفك كند. فتلاقي الألفا بيمارس سيطرته على الكل، ولكن يجي عند السيجما بيرفع فرامل اليد، لانه عنده احساس داخلي ان السيجما شايفه صغير جدا في نظره. فالسيجما بارع في تحديد المحفزات وبيعرف يستخدمها مع علم النفس لتحقيق اهدافه، بدون بقى ما يلجأ للعنف أو السيطرة بالقوة. وبسبب اتقان السيجما لعلم النفس العكسي بيخليه يعرف يقلب الموازين لصالحه. الاستقلال. الشخص اللي زي كده بطبيعة الحال بيعتمد على ذاته بشكل كبير، وشخصية السيجما ما بتعتمدش على اي شخص في العالم مهما كان ثقته فيه كبيرة. بمناسبة الثقة، السيجما صعب جدا ان هو يوثق في اي حد، او بمعنى صح صعب ان اي حد يكسب ثقة السيجما، وهو بيستمتع بالاعتماد على ذاته بكل الاشياء. والحاجة اللي مساعداه ان هو يعمل كده انه بيمتلك مهارات عالية، كم التجارب والخبرات اللي مر عليها مساعداه ان هو يتجاوز اي عقبة، ورفعت كمان عنده روح المسؤولية بشكل كبير. وميزة تانية عنده ان هو بيعرف يستمتع لوحده، مش محتاج لصحبة او لحد يشجعه، هو معتمد على نفسه في كل حاجة سواء مسؤولياته او انبساطه. الغموض. السيجما من اكتر الشخصيات اللي ممكن تواجه صعوبة بالتنبؤ بتصرفاته، صعب جدا ان انت تتوقع هو بيدور ايه في عقله، وده بسبب ان بيعمل حاجات كتير جدا صعب ان انت تتخيلها، وده يمكن بسبب طريقة تفكيره اللي خارج الصندوق والنمط المعتاد. وما تحاولش تشغل دماغك وتكتشفه، هو شخص غامض حتى في تعبير وجهه، تعبير وجهه محايدة ومش دايما بيظهر مشاعره، لدرجة ان بيطلع عليه في اوقات كتير ان هو شخص متبلد المشاعر، وده عكس الحقيقة. هم عاطفيين جدا ولكن عندهم
عندهم مشاكل في إظهار مشاعرهم. ما تعرفش بقى هما ما بيحبوش أو بيعتمدوا عدم إظهار مشاعرهم علشان ما يحسوش بالضعف أو ما بيعرفوش. مش مهم السبب الحقيقي لإخفاء المشاعر، الفكرة إن ما بيخلوش أي إحساس طاغي عليهم أو جياش هو اللي يتحكم في تصرفاتهم وأفعالهم. وصعب تتوقع إيه ردود أفعال السيجما على تصرفات الآخرين. ولو تخيلت في يوم من الأيام إن أنت عارفه كويس وعارف تصرفاته وتحركاته، هو هيفاجئك بحاجة عكس توقعاتك بالمرة، وده يمكن سبب من أسباب رعب الناس من الراجل سيجما، لأن الناس بطبيعة الحال بتخاف من الشخص المجهول. ما بالك بقى لو الشخص ده مجهول وغامض. لما الناس بتفكر في ايه اخطر انواع الشخصيات، فغالبا بيفكروا في الشخص العدواني او المتهور او المندفع. ولكن لما الموضوع يتعلق بخطر شخصية السيجما الذكورية، الموضوع بياخد منحنى مختلف تماما. المظهر الخارجي. مظهر شخصية السيجما بتبقى هادية ومريحة نوعا ما، ولكن لما بتقرب منه بتكتشف شخصية عكس توقعاتك. في متاهة من الافكار في دماغه بيخفيها تحت مظهر الهدوء ده. في نوعين هتلاحظهم من الشخصيات. الشخص اللي بيحاول يظهر بمظهر الشخص الفاهم اللي عارف كل حاجة واي حاجة، ده بيعرف يرسم صورة عن نفسه قد ايه هو جامد ومر بتجارب وعنده خلفية مرعبة عن اي حاجة، ولكن مع اول تحدي حقيقي بيواجهه وشه الحقيقي بيظهر والناس بتعرف قد ايه هو خايب. وفي الشخص التاني، الشخص الهادي دايما اللي ما بيحاولش يثبت حاجة لحد، لا بيحاول يبين ان هو اذكى من اللي حواليه ولا اقوى منهم ولا اي حاجة. بالعكس، الناس دي بتظهر بشكل متواضع جدا. ده ممكن كمان من كتر التواضع ده الناس بتشوفهم بمظهر السلبيين. ولكن اوعى تنخدع، شخصية السيجما دايما بيحللوا كل حاجة حواليهم علشان يعرفوا طريقة التعامل الصح مع كل شخص. بيركزوا مع تصرفات الناس وانفعالاتهم علشان يحللوا شخصيتهم. العمق اللي في طريقة تفكيرهم بيخلي الناس اللي حواليهم مشوشة، مش عارفين يحكموا عليهم صح او يصدروا انطباع واحد ثابت عليه وعلى شخصيته. علشان كده مهما قربت منه هتتفاجئ بتصرفات غير متوقعة، وهتكتشف ان هم عندهم قوة لا يستهان بها. تقدر تشبههم بشخصية لاعب الشطرنج المحترف، بيقعد ينصف فخوخ كتير لحد ما تيجي الفرصة اللي هو يفوز فيها على خصمه وبيعملها. وبرضه ما تحاولش تعمم، مش كل شخصيات السيجما متلاعبين وماكرين. اغلب شخصيات السيجما طيبين جدا، ولكن لما بتتصادم معاهم هتشوف جانب من شخصيتهم عمرك ما فكرت ان هو موجود عندهم اساسا. التنكر. على الرغم ان الفكرة السائدة عن شخصية السيجما ان هم انطوائيين، ودي ممكن تكون حقيقة نوعا ما، الا ان هم يقدروا يندمجوا بسهولة وسط اي حشد، وبيبقى صعب على اللي حواليهم ان هم يشوفوا السمة دي في شخصيته، وده بسبب سلوكهم الهادي وان هم دايما بيفضلوا الهدوء والانطوائية، وانهم عمرهم ما بيحاولوا يبقوا مركز اهتمام الناس. والقدرة على التكيف بتسهل عليهم حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت بتبقى مسألة محيرة بالنسبة للشخص القريب من السيجما، لانهم بيحسوا ان هم بيتعرفوا على شخص جديد لسه بيعرف نفسه عليهم لاول مرة. ورغم ان هم شطار في التنكر، الا ان هم ما بيعملوش ده لاغراض مشبوهة. هم بيعرفوا يكونوا اشخاص مرنة علشان يقدروا يكونوا اشخاص اكثر فعاليه. كره التحدي. استراتيجيات الالفا وبيتا ما بتنطبقش على شخصيه الراجل سيجما ابدا. هم اخر حاجه ممكن يكونوا بيفكروا فيها المنافسه على المرتبه الاجتماعيه او الانخراط في اي نوع من خلال التفوق الفردي، وده يعتبر تحدي، بس مش تحدي من اللي احنا عارفينه. هو تحدي ولكن للفكر السائد في المجتمع. شخصيه السيجما انطوائيه، ما بيخافوش من تحدي الوضع الراهن، اي نعم، ولكن الفكره ان هم ما بيعملوش ده من اجل التمرد او اظهار التفوق للاخرين. هما بس عندهم هدف ان هما يعرفوا الحقيقة بنفسهم، وان هما يكونوا صادقين مع نفسهم، دي اهم حاجة. علشان كده هتلاقيهم دايما بيرفضوا قبول الاشياء في ظاهرها بدون ما يفهموا، وده ما بيبقاش مرضي للناس اللي بتحب وتعشق انها تعيش في جهل. هما عمرهم ما ينفذوا اوامر بشكل اعمى، بالاخص لو الاوامر دي هيشوفوها انها تهديد لحريتهم الشخصية او مبادئهم. ضبط النفس. التحكم القوي في النفس ما بيقفش عند مقاومة الإغراءات أو تجنب القرارات المتهورة، لا، ده كمان ليه علاقة بالتحكم بالعواطف وردود الأفعال. سهل جدا إن الشخص ينجرف لما يكون متعصب أو يكون محبط أو خايف، بس السيجما بيعرف يتحكم في ده كويس. مش سهل إن هو ينجرف زيه زي بقية الشخصيات، علشان هم عندهم القدرة في التحكم في عواطفهم حتى في المواقف الصعبة. ده مش معناه إن هم متبلدين المشاعر، ولكن كل الفكرة إن هم ما بيخلوش عواطفهم تتحكم فيهم. والتحكم القوي ده في النفس بيخليهم شخصيات خطرة لأنهم غير متوقعين. الصراحة المفرطة. صراحة السيجما تعتبر سر من أسرار لغزهم، خصوصا في عالم أصبح مليء بالتزييف. على الرغم من صفة الصراحة صفة إيجابية، إلا أنهم بيتشافوا بشكل مختلف من بعض الناس. هم مش هيزيفوا الحقيقة ويقولوا لك اللي انت عايز تسمعه منهم، وده بيخلي في نوع من الارتباك للناس اللي تعودت على الثناء والمديح فيهم عمال على بطال. بالنسبة لشخصية السيجما، الصراحة ما بتقبلش التفاوض في العلاقات، وعلشان كده صراحتهم المفرطة مش مريحة للجميع. ولكن بالنسبة للناس اللي بتقدر الصدق فهو مريح جدا. الشخصيات اللي من جوه نضيفه
عارفة كويس ان صدق السجمة ما يعتبرش هجوم عليهم، هي زي دعوة للسلام، تقدر تعتبرها دعوة لعالم متبني صدق الروابط. وبس ده اللي كان عندي اقوله لك النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا على وقتك. سلام.